بتشوف شيرين ازاي في تصرفاتها اللي هي ما بتفكرش فيها، طقت في دماغها تحلق شعرها فتحلقه، تطول شعرها، تقص شعرها، تتخن، تخس، وبتشوف ازاي استقبال الجمهور لكل شكل ولكل وضع شيرين فيه. بصي تعالي ناخد الجزء الاولين. هي شيرين من وجهة نظري بتتصرف بتلقائية وعفوية وما بتحسبش الكلام قبل ما بتقول اللي في قلبها بتقوله على طول. لا لو فكرت مش هتقولي اللي هي بتقوله. فبقولك اللي في قلبها بتطلعه على طول. قد بعض الناس يعني تؤوله، بتعتمد بقى على مين اللي موجود او مين اللي بيسمع او مين اللي بيتفاعل. تمام. فيها تمام. فهي كشخصية اولا انسانة عفوية طيبة جدا اللي في قلبها. انت بتشوف ان ده طبيعي؟ انا بشوف ان ده ما بقاش موجود. بتشوف انه ما بقاش موجود في الزمان ده؟ ما بقاش موجود اللي هي بتعمله. ما فيش ناس كده دلوقتي خالص. قالوا قوي مين اللي عفوي دلوقتي؟ وهو ده طبيعي؟ لا طبيعي ان الواحد يطق في دماغه من غير ما يفكر كده، يحلق شعره. لا لا بصي بصي لا لا بصي، حكايه حل الشعر بتاع دي ليها اسباب نفسيه طبقا لمشاكل. دي موضوع تاني خالص. تمام. يعني ما في ناس اما بتتضايق بتحلق شعرها. في ناس بتعمل كده. وفي ناس لما بتتضايق بتاكل. وفي وتلاقي وزنهم زاد. صحيح. وفي ناس لما بتتضايق بتنام. نفسها تتسد تتسد وتخس. نفسها تتسد وتخس. وفي ناس لما بتتضايق بتخش نايمه 24 ساعه في السرير. وفي ناس لما بتتضايق ما تعرفش تنام خالص، تاخد حبوب ده عشان تنام. فاذا بتختلف السلوكيات من حاله لحاله طبقا للشخص نفسه. وطالما ان الشخص ما بيأذيش نفسه او بيأذي اللي حواليه بالحاله النفسيه اللي هو فيها، فلازم ندعمه انه لازم هتعدي. لازم ندعمه علشان ما يغطسش اكتر. واخد بال حضرتك؟ مهمة دي. هي بتعمله لي انسانه طيبه عفويه اللي في قلبها على لسانها، وشخصيه جميله جميله أوي. جميله يعني قوي بصراحه. زاد ان نيجي بقى للسؤال الثاني. انا جاوبت لك على السؤال الاولاني. حاله شيرين. نيجي لحاله الجمهور. بصي اللي بيحب شيرين ما بيفكرش. الست دي فيها حاجة غريبة جدا. وبقول لك فيها حاجة غريبة جدا. يعني مش سهلش في أي حد. زي ما حضرتك قلتي، طلعت غنت وبتضحك الناس معاها وبتسمعها. بكت الناس بتتفاعل معاها. لما حلقت شعرها الناس بتتفاعل معاها برضه. هي بتاخد الناس لحالتها. هي عندها قدرة على ان تتفاعل مع الجمهور والجمهور يتفاعل معاها. وعلى فكرة وبتلقائية. ما بترتبش. هي ما بترتبش الحاجات دي. لا لا خالص ده خالص. كل ده بيجي بيطبق. ده لان انا قعدت معاها الفترة ديت. لا لا ما بترتبش حاجة خالص. ما تبقاش عارفة هي تعمل ايه. دكتور نبيل، الفنان بطبيعته يعني مش كلام بنطلع نقوله في الاعلام او بيتكتب في الصحافة. لا ده أحاسيسه مختلفة. يعني هو إنسان طبيعي لكن في درجات حساسية عنده مختلفة. ممكن كلمة بسيطة ما تزعلش بني آدم عادي تزعله هو، ما تفرحش بني آدم عادي تفرحه هو. ده حقيقة ولا ده المفروض؟ ده كلام المفروض يكون مرهف الإحساس. المفروض ويبقى حساس. طيب مرهف. في ناس ما بتحسش. مرهف الإحساس ده، مرهف الإحساس ده لما يتعرض لمشكلة اجتماعية. وانا ما اعتقدش ان في بني ادم من ساعة ما الخليقة بدأت لغاية ما كلنا هنروح يعني ما تعرضش لمشاكل ولا ازمات، والا يبقى تمام. هو نفسه بني ادم مش طبيعي يعني تعدى النظر فيه يعني كويس. هل هنا نقدر نقول بشكل عام انه اي حد يحس انه في لخبطة في حياته نتيجة ظروف مر بيها لا يتردد في انه يروح لدكتور؟ اقصد هنا الفنان ما ينفعش ينعزل. لا مجرد ما تحس ان انت مش طبيعي. مش الفنان، اي روح شخص. انا هنا بتكلم شخص. انا يعني بتكلم على الجانبين. الفنان ما يفكر. ثقافه الفضفضه، ثقافه ان انا اخبط على باب بثق فيه، ثقافه الطبيب النفسي بقت منتشره عندنا في مصر على مستوى الفنانين وعلى مستوى الناس العادية، ولا احنا لسه عندنا
بصي اللي يروح لدكتور نفسي ده يبقى لا ده مجنون، خدوا بالكم منه، ده مجنون، ده كان عند دكتور نفسي قريب. خلينا نتكلم اقول لك اه بصي، اولا احنا عندنا مشكله ان كل الناس بقت عايزه تتكلم، ما حدش عايز يسمع.